إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط ورقيب أول من لواء جفعاتي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة. الناطق العسكري باسم كتائب القسام كان أعلن تدمير المقاتلين 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع جيش الاحتلال في محاور عديدة في قطاع غزة. تمكن مجاهدون بفضل الله من استهداف 60 آلية عسكرية صهيونية خلال هذه الأيام الثلاثة، منها 10 ناقلات جند، حيث كانت معظم الاستهدافات بقذائف الياسين 105، إضافة إلى عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ وقذائف التاندم 85، وذلك في محاور تقدم العدو جنوب حي الزيتون وفي حي الشيخ رضوان وحي التوام وغرب مخيم جباليا وفي بيت لاهيا، حيث لا يزال مجاهدون حتى الساعة يخوضون اشتباكات ضارية في كل هذه المحاور.